بسم الله الرحمن الرحيم. انقطع الدرس، امتلأت الميموري، ونكمل إن شاء الله. العلماء قالوا منه ما يعفى عنه في البدن كالذي يستجمر بالحجر فيبقى أثر على المحل، فهذا مع التعرق ينتقل إلى الملابس، فهذا معفو عنه في البدن وفي الثياب. لكن لو جلس الإنسان في ماء أقل من قلتين هذا غير معفو عنه في الماء. منه ما يعفى عنه في الماء مخارج الطيور، مخارج الطيور يبقى عليها شيء من الروث أو زرق الطيور، فإذا جاءت على ماء أقل من قلتين هذه المخارج بعموم البلوى عفى عنه العلماء. التي في الإنسان وفي الثياب بعد الاستجمار هذه مشقة الاحتراز، شكر الاحتراز عنها. منه ما يعفى عنه في المكان، في المساجد يكون هناك حمام وعصافير قديما، ونهى العلماء لعدم إيذاء صغار هذه الطيور أن تطرد من المسجد، طب فيكون منها زرق على السجاد، هل في كل يوم نغسل هذا السجاد؟ لعموم البلوى مشقة الاحتراز يترك، فإذا كان جافا وصلى عليه الإنسان فهذا يعفى عنه، معفو عنه في الماء، معفو عنه في المكان، معفو عنه في البدن، ليس معفو عن الماء. هذا هكذا قلب الأمور. في منظومة ابن العماد ذكر مسائل، سأذكر منها مسائل سريعة في الدماء. فقال الدماء قليل وكثير يعفى عن قليلها ويعفى عن كثيرة بالشروط التي ذكرت، والماء الدماء التي تخرج الأنف هذا نادر ما يحصل مع الإنسان، والنادر يلحق بالغالب لا حكم له. ذكر النبات كالبطيخة إذا سقيت بالبول لم يظهر لها رائحة ولا طعم فهذه ليست مكروهة، أما إذا ظهرت رائحة النجاسة أو لها طعم هذه مكروهة، مكروهة يعني تدخل في المستقذرات. إناء أقل من قلتين وقع فيه ذباب أو نمل ومات فيه هذا لا ينجس لمشقة الاحتراز، طب إذا هو أوقعه فيه ومات هذا نجس إذا كان أقل من قلتين، وإذا كان بالملاقاية، وإذا كان أكثر من قلتين وتغير هذا أيضا نجس، يعني يكون في له حكم النجاسة. ذكر مسألة الأمن والخوف، إذا كان مسلم إنسان يصلي وسرق أحدهم نعله إبله بقره وخاف أن يضيع هذا الشيء فيلحق به، ولا يصيح لأن هذا الصياح من عادة الجبناء ولا حاجة إليه، إذا كانت هناك نجاسة وكان عالما بها وداسها بطلت الصلاة. إذا هذه النجاسة بطيها جاهلا لم يعلم بها يتم هذه الصلاة، طب إذا كان آمنا يعلم أن الذي سرق أغراضه يعلم أهله ويعلم مكانه وعشيرته ويستطيع أن يحصل هذا الشيء فلا يلحق به، ليست هناك ضرورة. ذكروا مسألة الوشم، إذا كان صغيرا أو وشم له إذا كبر لا يجب عليه الكشف، إذا كان مكرها، أما إذا كان مسلما بالغا عاقلا وضعها يجب عليه الكشط، إلا إذا قال لها الطبيب هذا الكشط يبيح التيمم، يعني في مكان الغسل أو في مكان الوضوء لن تستطيع أن توصل الماء بسبب الجروح التي تكون على هذه المنطقة فيعفى عنه. وقال البغوي يعفى عنه مطلقا وتكفي التوبة. شوف كيف يميزون بين الصغر والكبر، بين الجهل والعلم. ذكر أيضا مسألة النمل والعنكبوت إذا وقع في مشى على نجاسة وقع في الماء أو في الزيت معفون عنه لعموم البلوى مشقة الاحتراز، هل الإنسان في كل حين سيغطي أغراضه؟ ذكر أيضا مسألة السمك في بطنه نجاسة، إذا قلي بالزيت تنجس الزيت هذا معفون عنه. ذكروا الحليب واللبن عندما يحلب
يكون معه شيء من الأوساخ أو الدماء، هذه معفون عنها. ذكروا مثلا تنجس النجاسة كالخمر، خمر عنب خمرت نجاسة وقع فيها أيضا بول، ثم طهرت هذه الخمر أصبحت خلا، هذه نجسة، فالبول نجس النجاسة ولا تطهر بالتخلل. وفرق العلماء بين المائع والماء، الماء ينجس بملاقاة قليل من النجاسة وإن لم يتغير، أما المائع هذا ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا. أيضا قال لو بنى المسلمون مسجد وهذا الطين معجون بزرق الطيور، هذا له حكم الكراهة، له حكم الكراهة. وإذا كانت الأرضية نجسة، معجون الطين بزرق الطيور، يجب أن يكون هناك حائل وإلا لا تصح هذه الصلاة. إذا كان الحبر نجسا لا يكتب به المصحف، غير معفو عنه. ذكر مسائل كثيرة من العماد، المهم كيف تزال النجاسة؟ أولا هناك نظرية الوارد والمورود، يعني عندي نجاسة على هذا الثوب لو وضعتها في ماء أقل من قلتين نجس هذا الماء، فماذا أفعل؟ تكون هذه النجاسة بهذا الشكل فأسكب عليها الماء فأزيلها من الثوب. أيضا كذلك على اليد على هذا الترتيب، سجادة وقع عليها نجاسة أضع تحتها طش أو إناء وأسكب على الماء تزال هذه النجاسة. الدباغ يزيل النجاسة، جميع الجلود إلا الكلب والخنزير لو دبغناه يبقى نجس. الانقلاب يزيل النجاسة، إذا كانت خمرا وتخللت هذه تزيل النجاسة. فهذه أحكام يجب على المسلم أن يتعلم هذه الأحكام، ليست كلها لكن الأحكام التي تجب عليه من باب النجاسة وما يعفى عنه، إذا تعلمها يعلم النجاسة وكيف يزيلها وكيف أنها لا تصح بها العبادة. وإذا تعلم المعفوات ييسر على نفسه، ييسر على نفسه. وجزاكم الله ألف خير وكرمكم الله.